على حصول الشانية على المركز الثالث. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل سادس أشواط هذا اليوم وهذه الفترة الصباحية من مسافة 8 كيلومترات، وهذا هو الشوط الثالث للثنايا القعدان من مجموع أشواط القعدان، بينما هذا الشوط يكون السادس من وفي تعداد أشواط هذه الفترة الصباحية التي قرر لها إقامة 17 شوطا. ومقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول في هذه اللحظات هنا مشقي، تعود ملكية مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري على المركز الأول مشقي وفي مقدمة الشوط، يليه على المركز الثاني هنا القدوم من ضبيان خالد بن سالم بن فاهد الهاجري. ننتقل من شعار بن فاهد إلى المركز الثالث ومن يتواجد فيه الحذاف جابر بن عبد الله العتيبي على المركز الثالث، ولكن ينخطف من قبل ضبيان لأحمد بن سلمان المنصوري اللي غير إلى المركز الثالث، بينما الحذاف الآن على المركز الرابع وتعود ملكية الحذاف لجابر بن عبد الله المقاطي العتيبي. ننتقل من شعار العتيبي إلى المركز الخامس وقدوم الفهد عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وما زال مشقي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. تعود ملكية مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري اللي على المركز الأول ويتقدم تقدم ممتاز في هذه اللحظات ويندفع أمام كل هذه القعدان الثنايا المشاركات في هذا الشوط. ضبيان على المركز الثاني لخالد بن سالم بن فاهد الهاجري، يتقدم ضبيان في هذه اللحظات لينافس على الصدارة. ننتقل إلى المركز الثالث ووجود هنا ضبيان، أيضا اسم ضبيان يتواجد في هذا الشوط. تعود ملكية ضبيان هذا اللي على المركز الثالث لأحمد بن سلمان المنصوري، بينما المركز الرابع يتقدم الفهد من المركز الخامس ليختطف المركز الرابع لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. المركز الخامس أول نداء لشعار البرنس يتدخل في هذه اللحظات، شعار البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري غير مدون عندي في الكشف، ولكن هذا هو شعار البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري اللي انطلق واحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. يبدو أنه قطر سات، يمكن ربما من هذا المركز اللي يتسلل الآن المركز الرابع. بالفعل قطر سات، ما شاء الله على الإخوان اللي معي في السيارة، يعني خبرة كبيرة بالأسماء، واشكرك يا أبو حمد فرج بن حمد على التعريف. إذا بالفعل تواجدكم ضروري ومهم إخواني المعرفين في سيارة التعليق والخبراء أيضا. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ما زالت الأمور مع مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني ليتقدم ضبيان لخالد بن سالم بن فاهد الهاجري. المركز الثالث هنا قطر سات لجار الله بن محمد بن عقيل، شعار البرنس القادم على المركز الثالث في هذه اللحظات، ويتابع قطر سات في التضمير وفي المسايرة حمد بن محمد بن عقيل أحد الشباب المميزين، من صال وجال مع البرق وغيره من الأسماء العملاقة التي عرفها الجمهور. المركز الرابع هنا الفهد عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي، بينما المركز الخامس ضبيان أحمد بن سلمان المنصوري. ونعود إلى مقدمة الشوط وفي الإعادة إفادة يا متابعين، وذكرت قبل قليل أبو حمد ولا أنسى أبو خميس أيضا من الشباب الخبراء المتواجدين والمبدعين في معرفة الهجن وملاكها وتاريخها. عموما وعلى كل حال مشاهدين الأعزاء، ما زالت الأمور على صدارة الشوط في هذه اللحظات مع شعار بن فاهد. الله، انطلق ضبيان مشاهدين الأعزاء لخالد بن سالم بن فاهد
الهاجري وظبيان صاحب صولات وجولات معروف هذا القعود المشارك. وأهل المشاف يطالبونك بالسلام يا بن فهد. الله منطقة المشاف وأيضا اللي هناك في الجنوب وأيضا أهل الوكير وأهل المشاف يطالبونك بالسلام. من فاز بالسلام سيتجه إلى منطقة المشاف في هذا الصباح وفي هذا اليوم. بينما المركز الثاني وشعار بن حلفان مشقي على المركز الثاني، تعود الملكية لماجد بن محمد بن حلفان المري. وثالث المراكز يصل قطر سات الخطير، هذا المشارك خطير خطير للغاية. قطر سات لما لا وهو يقل شعار البرنس جر الله بن محمد بن عقيل وحمد بن محمد بن عقيل في المتابعة والتضمير والمسايرة. المركز الرابع الفهد عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. المركز الخامس يصل ويتقدم الحذاف جابر بن عبد الله المقاطي العتيبي. هذه النتيجة يا مشاهدين تنتصف مسافة الشوط أمام المشاركين وأمام السادة المتابعين وأمام مشاهدين قناة الريان الفضائية. وما زال ظبيان لخالد بن سالم بن فاهد الهاجري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول ومرتاح كل الراحة على صدارة الشوط. ننتقل ونتعرف إلى المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري. مباشرة نقلتنا إلى المركز الثالث، التواجد هنا قطر سات من يصل على المركز الثالث ويحتل المركز الثالث. تعود ملكية الإيجار الله بن محمد بن عقيل المري. وهنا على المركز الرابع يصل ويتسلل هنا الفهد لعبد الهادي بن حمد بن لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي من يتواجد على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، التواجد من الحذاف لجابر بن عبد الله بن حسن العتيبي من يتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى شعار بن فاهد، شعار بن فاهد مع المقدمة مع ظبيان، ظبيان خالد بن سالم بن فاهد الهاجري. الله يلا يا أبو سالم، يلا يا أبو سالم، فالك الناموس فالك الناموس، كما نتمنى للجميع التوفيق ولكن قلبا وقالبا نحن معك يا أبو سالم. يا سلام، خالد بن سالم بن فاهد الهاجري مع الصدارة ومع ظبيان. يلا يا راعي ظبيان، ولكن الخطورة هنا من شعار بن حلفان مع مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري. وثالثا يصل قطر سات من يصل ويحتل المركز الثالث لجار الله بن محمد بن عقيل المري. مباشرة ننتقل إلى شعار بن قريع، شعار بن قريع من يصل ويتسلل هنا مليح حمد بن محمد. من يصل ويتسلل هنا مليح للسيد حمد بن محمد المري. هذا حسب ما هو مدون عندنا، ولكن هذا شعار بن قريع. على كل حال حصل التغيير على المركز الرابع. وإلى المركز الثالث يصل الحذاف جابر بن عبد الله بن حسن العتيبي من يتواجد على المركز الخامس، وقير من المركز الخامس إلى المركز الثالث. نعود إلى شعار بن فاهد، شعار بن فاهد مع الصدارة مع المقدمة ومع القيادة. يا سلام، يلا يا بن فاهد، خالد بن سالم بن فاهد الهاجري مع ظبيان ومع انطلاقة ظبيان يفصلنا عن خط النهاية. يا متابعين قناة الريان، يا مستمعين عبر الأثير، هذا ما يفصلنا عن خط النهاية، هي لائحة 2 كيلومتر نصلها في هذه اللحظات ونتجاوز هذه اللائحة. 2 كيلومتر على الناموس والقيادة مع ظبيان خالد بن سالم بن فاهد الهاجري يصل هنا على المركز الثاني. مشقي لماجد بن محمد بن حلفان المري. وعلى المركز الثالث يصل الحذاف
يصل الحذاف لجابر بن عبد الله بن حسن العتيبي، وعلى المركز الرابع يصل قطر سات لجار الله بن محمد بن عقيل المري، وعلى المركز الخامس القدوم من هملول محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، أول نداء له في هذه اللحظة. أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى شعار بن فاهد، شعار بن فاهد مع المقدمة ومع الصدارة مع ظبيان خالد بن سالم بن فاهد الهاجري مع قيادة هذا الشوط. نتابع هنا ظبيان كما ذكرنا، هذا خالد بن سالم بن فاهد الهاجري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، يصل هنا مشقي، هنا مشقي للسيد ماجد بن محمد بن حلفان المري. يا سلام، الله الله الله، والحذاف على المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء جابر بن عبد الله المقاطع العتيبي، وقطر سات قادم، قطر سات قادم مع الكيلو الأخير. بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأت الحشود بالانتقال إلى المراكز الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الخامس هنا القدوم والوصول من هملول محمد بن أحمد بن سعيد الحلوة. وأعود إلى مقدمة الشوط، ما زال ظبيان 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 وخالد بن سالم بن فاهد، ولكن قطر سات قادم ومشكي قادم، قادم الأسماء. قطر سات شوط ناري يا متابعين. يا سلام، ظبيان مشقي 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 ماجد بن محمد بن حلفان. يا سلام، مشقي وشقاي من مشقي، يا شقاي من مشقي. مشاهدينا الأعزاء والسلام في هذا الشوط إلى ميدان الجزيرة، إلى أهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى منطقة سودة بالتحديد. إذن هذا هو مشقي 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 مشاهدينا الأعزاء، يختطف هذا الشوط ليهدي السلام إلى ماجد بن محمد بن حلفان. يا سلام على هذا الانطلاق وعلى هذا الإبداع. قطر سات يحاول، قطر سات يحاول محاولات جادة وحقيقية، وظبيان أيضا قادم. دير بالك يا ماجد بن حلفان، دير بالك. قطر سات، قطر سات، قطر سات. يلا يا بن حلفان، إلى فات الفوت ما ينفع الصوت يا أخوي. قطر سات قادم ومشقي قادم، وظبيان ظبيان وقطر سات. يا سلام يا سلام يا سلام، الموقف خطير وحساس، خطير وحساس. قطر سات، ظبيان ظبيان، قطر سات، مشقي مشقي، قطر سات، قطر سات، قطر سات، وظبيان قادم، وظبيان قادم، ولكن قطر سات، قطر سات، قطر سات. تهانينا لمالك قطر سات، تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس على هذا الفوز وعلى انتزاع المركز الأول. المركز الثاني مشقي لماجد بن محمد بن حلفان. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدين الأعزاء مروع لناصر بن مبارك بن فهيد العجمي. المركز الرابع، رغم الإصابة ظبيان لخالد بن سالم بن فاهد الهاجر، الحمد لله على سلامة ظبيان يا خالد. المركز الخامس، المركز الخامس الفهد لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. تهانينا وناموس جميع الفائزين، شوط مثير مشاهدينا الأعزاء، كانت المنافسة فيه صعبة وحادة، ولكن قطر سات استطاع أن ينتزع ناموس هذا الشوط. 13 دقيقة 4 ثواني 90 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لجار الله بن محمد بن عقيل المري، والتهاني للمضمر والمبدع حمد بن محمد بن عقيل. المركز الثالث، المركز الثالث ما بين مشقي وما بين مروع. إذن المنافسة ما بين مشقي وما بين مروع، وأحيل هذين المركزين إلى لجنة خط النهاية، دخول جماعي على المركز الثاني والثالث. 13 دقيقة 6 ثواني 50 جزء من الثانية، دخول جماعي فوتو فينش ما بين مروع وما بين مشقي. تهانينا لمالك مشقي ومالك مروع على الفوز بالمركز.